أخبار اليوم. جزء مهم في اليوم الجميل ده بالنسبة لمصر وبالنسبة لكل المثقفين وبالنسبة لكل المهتمين بتاريخنا وحضارتنا، وبشكر كل الأطفال والشباب قبل الكبار وقبل كل السادة الحضور إن هم موجودين معانا ومقدرة كل دول واحد فيهم قد إيه هيقدر يوصل لأهله وزمايله وجيرانه أهمية الحفاظ على تراثنا. من هضبة الأهرام رمز الحضارة والعراق والتاريخ تستمر فعاليات حملتنا متحدون مع التراث، بوقفة للتضامن مع الحملة بيشارك فيها حوالي 1500 شاب وفتاة وأطفال لتوعية النشأ والشباب بأهمية الحفاظ على التراث. فضلاً عن فعاليات أخرى إن شاء الله هتتم في أبو سمبل وأسوان والسويس، وزيارة حملات النظافة بمعالم أثرية مختلفة وحلقات نقاش للشباب بالجامعات. تمتد يد الغدر لتراثنا في العراق لتدمر متحف مدينة الموصل ومدينة نمرود الأشورية الأثرية في شمال العراق والتي تعود إلى القرن 13 قبل الميلاد وتصل إلى سوريا، فتدمر أثار مدينة تدمر وأثارها التي تعود للعصر الروماني ومعبد بن وتراث مدينة إدلب ومدينة حلب القديمة وغيرها. وفي ليبيا يتم تدمير طرابلس القديمة ومسجد الكراملي ومدرسة عثمان باشا وغيرها، فضلا عن الاعتداء السافر المنظم الذي يتعرض له الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل وجسر المغربة وما يتعرض له المسجد الأقصى ومدينة القدس الشرقية من هجمات تهويدية تستهدف طمس هويتها العربية. يحدث ذلك ويتكرر على مسمع ومرأى من المجتمع الدولي، لذا ينبغي أن تعلو أصواتنا لكي يسمعها العالم ولكي توقظ ضمير الإنسانية من أجل وقف هذا العبث. إننا أمام مهمة إنسانية وحضارية من أجل وقف أعمال الإتجار غير المشروع بالقطع الثقافية المنهوبة والتي صارت تمثل مصدر لتمويل الجماعات الإرهابية.